كل واحد ليه طريقة تخلي البنت تبقى معاك، بس لما تبقى معاك هفكر في ايه؟ صوب على الرجلين ليه الحلقة جاستوا الاتنين، ولو كان جارو خلف توأم هيحط التاني ده فين؟ ليه شعري بس اللي بيطول وحواجبي لا ما بتطولش، وليه كلب البحر ده اسمه مع انه ما بيهوهوشي؟ السمك بيعرف بعضه ازاي؟ مين اول واحد خام الناي؟ واول انسان في الدنيا كل كابوريا فصصها ازاي؟ حاجات كتيرة واكلة من عقلي رمات، طالما ما بقتش قاعد بفكر في البنات. لو كان في ناس في المريخ وروحنا لهم بالصواريخ، هنبقى احنا الإليانز وهم يقضوا أصريخ. الفرخة بتشوف قدامها مع إن عينيها على الجنبين، والغواصة في مكانها واقفة مش محتاجة رجلين. الصرصر بيعيش في النووي ويموت من رشة مبيد. طب ليه بنتسلح بالنووي مش بيروسول أو بالريد؟ حاجات كتيرة واكلة من عقلي رمات، طالما ما بقتش قاعد بفكر في البنات. اكس جاو جيلو بادي سبراي، ايا كانت طريقتك ابتدي فريش وكمل فريش.